معقول بنت جميلة تعمل كده؟ اه والله العظيم يا دكتورة هو ده اللي حصل، وهددتني انها هتحبسني لو ما قلتش كده، ولاجل الأمانة اديت لي 10,000 جنيه، وجوزي حلف عليا بالطلاق اني لازم من اجي اعترف لكم بالحقيقة. حقيقة ايه؟ انت مكلماها قدامي. ايوه يا مدام ايه، ما هو ده كان اتفاق ما بيني وما بينها، قالت لي اول ما هوصل عند ماما هروح رن عليكي، انت استني كده شويه وروحي مكلميني. يعني انت ام كل سالم ما قالكيش ولا كلمه من اللي انت الفتيهم قبل كده دول؟ ما ترد، ساكته ليه؟ اصل بصراحه انا خايفه من مدام جميله. لحد مدام جميله مش هتعمل لك حاجه، اتكلمي يا ألفت. سالم بيه الله يرحمه قال لي ان هو ادى الوصيه لمدام جميله ومعاها المفتاح عشان تحطها في الخزنه. بانت كده الوصيه اتغيرت طبعا وتحط مكانها العقود دي. مش في كاميرات في المكتب؟ كاميرات مين يا اكرم؟ بس دي الكاميرات عطلانه بقالها سنين ومحدش حتى فكر يصلحها. جميله تعمل كده؟ مش قادره اصدق. يعني حضرتك مصدقه انه كتب لها كل حاجه ومش مصدقه الحقيقه اللي احنا سامعينها دلوقتي؟ انت يا بنت انت حد ضغط عليكي ولا اداكي قرشين عشان تيجي تغيري كلامك وتقولي الكلام ده دلوقتي؟ لا والله العظيم، ده انا حتى طول الليل ما نمتش وضميري عمال يأنبني، وجوزي حكم عليا اني لازم اجي اعترف لكم بالحقيقه واديكم ال 10,000 جنيه اللي خدتها منكم. وادي ادي ال 10,000 جنيه اهم، حد الله بيني وبين الحرام. سلام عليكم. شريف من بكرة ابدأ إجراءات إعلام الوراثة. استني بس يا ماما هتكلم مع جميل. نستنى لو تحبوا نستنى. نستنى نفس اللي قلته. أيوة دكتور عادل، بقولك إيه، التصرفات اللي بيعملها طارق نصار دي حاجة سيئة جدا ولا تحتمل. يعني يجي لغاية هنا ويتحايل عليا ويبوس في ايديا عشان يطلع له شيك، وتاني يوم يقولولي انه ما وردش حاجة. طب ده كلام؟ ده ينفع؟ بالراحة على أعصابك، المكالمة هتخش عليهم وهيصدقوا ان مفيش أي حاجة بيننا. من فضلك كل العقود اللي بيننا وبينه تفسخها، والفلوس اللي أخدها يرجعها على داير مليم، ومش عايز أشوف وشه تاني، ونبه عليه لو فكر حتى انه يجي البيت هنا أنا هطرده. من فضلك. بحبك وبموت فيكي وانت متعصبه. اتعصبي براحتك، بحبك وانت متعصبه وانت هاديه. مع السلامه. اشترك في الباقات الشهريه والسنويه باعلانات وبدون اعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنويه.